بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والعشرون. هذا إنسان. هذا اسم إشارة مبتدأ، إنسان خبر. هذا أنف. هذا اسم إشارة مبتدأ، أنف خبر. للإنسان رأس واحد وأنف واحد وفم واحد ولسان واحد. للإنسان جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، رأس مبتدأ مؤخر، واحد نعت لرأس، وحرف عطف أنف واحد معطوف على رأس واحد، وحرف عطف فم واحد معطوف على أنف واحد، وحرف عطف لسان واحد معطوف على فم واحد. بالأذن نسمع وباللسان نتكلم وبالفم نأكل وباليد نمسك وبالعين نرى. بالأذن جار ومجرور متعلق بالفعل نسمع. نسمع فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، وحرف عطف باللسان نتكلم معطوف على بالأذن نسمع، وحرف عطف بالفم نأكل معطوف على باللسان نتكلم، وحرف عطف باليد نمسك معطوف على بالفم نأكل، وحرف عطف بالعين نرى معطوف على باليد نمسك. أمسك هذا القلم بيدك. أمسك فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. هذا اسم إشارة مفعول به، القلم نعت لهذا. بيدي جار ومجرور متعلق بأمسك. يدي مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. احفظ لسانك من الكذب. احفظ فعل وفاعل لسان مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. من الكذب جار ومجرور متعلق بالفعل احفظ. شعر محمود طويل وشعر أحمد قصير. شعر مبتدأ وهو مضاف محمود مضاف إليه، طويل خبر، وحرف عطف شعر أحمد قصير معطوف على شعر محمود طويل. شعر مبتدأ وهو مضاف أحمد مضاف إليه مجرور، وعلامات جده الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له العلمية ووزن الفعل. قصير خبر. اغسل يدك قبل الأكل وبعد الأكل. اغسل فعل أمر وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت. يدك مفعول به وهو مضاف والكاف ضمير متصل مضاف إليه. قبل ظرف زمان وهو مضاف الأكل مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل اغسل، وحرف عطف بعد الأكل معطوف على قبل الأكل. متى رأيت سليما يا أخي؟ رأيته اليوم قبل الظهر. متى اسم استفهام ظرف زمان متعلق بالفعل رأيت. رأيت فعل ماض والتاء فاعل، سليما مفعول به منصوب. يا حرف نداء أخي منادى وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. التقدير يا أخا لي. رأيت فعل وفاعل والهاء ضمير متصل مفعول به. اليوم ظرف زمان قبل ظرف زمان وهو مضاف، الزهري مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل رأيت. رأيت صاحبي فريدا بعد المغرب يلعب في الجنينة. رأيت فعل وفاعل صاحبي مفعول به وهو مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه. فريدا بدل من صاحبي بعد ظرف زمان وهو مضاف، المغرب مضاف إليه. وشبه الجملة متعلق بالفعل رأيت. يلعب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل نصب حال من فريدا أو من صاحبي. في الجنينة جار ومجرور متعلق بالفعل يلعب. نمت اليوم باكرا جدا. نمت فعل وفاعل اليوم ظرف زمان، باكرا ظرف زمان أيضا، جدا
مفعول مطلق لفعل محذوف. بعض التلامذة مجتهدون وبعضهم كسالى. بعض مبتدأ وهو مضاف، التلامذة مضاف إليه، مجتهدون خبر وحرف عطف، بعضهم كسالى معطوف على بعض التلامذة مجتهدون. لكل يد خمس أصابع: الإبهام، السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر. لكل جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا. وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، كل مضاف يد مضاف إليه. خمس مبتدأ مؤخر وهو مضاف، أصابع مضاف إليه، مجرور، وعلامات جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له الجمع: الإبهام، السبابة، الوسطى، البنصر، الخنصر، كلها بدل من خمس أصابع. في السنة 12 شهرا إفرنجيا: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. في السنة جار ومجرور متعلق في كائن تقديرا. وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم. 12 مبتدأ مؤخر مرفوع بالألف في جزئه الأول، مبني على الفتح في جزئه الثاني، وهو عدد شهر معدود، تمييز. إفرنجيا نعت لشهر: يناير، فبراير، مارس، كلها بدل من 12. والله أعلم بالصواب.